باقات شبابية واعدة وعقول مبدعة تنتج اختراعات وابتكارات مهمة لا تلاقي الرعاية والتشجيع اللازمين للاستمرار بالعطاء. فرغم أهمية العشرات من براءات الاختراع وفي مختلف المجالات العلمية، إلا أنها لا تقابل بالاهتمام الكافي من قبل الجهات المختصة، وهذا ما يقتل روح الإبداع والابتكار لدى العديد من المخترعين أو يدفعهم إلى الهجرة خارج البلاد. وحتى الاختراعات التي يمنح أصحابها براءات اختراع لا يتم الإفادة منها أو استثمارها في أي مجالات، وهو ما يبدد جهد شريحة المخترعين ويعطل نشاطهم، رغم حاجة وزارات ومؤسسات الدولة إلى اختراعاتهم لتطوير أدائها في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والطبية وغيرها. هذه الظروف دفعت الكثير من أصحاب العقول الخلاقة إلى الهجرة خارج البلاد، حيث يتم استقبالهم واستثمار نتاجاتهم العلمية أفضل استثمار. ثروة وطنية مهملة وغير مستغلة بحاجة إلى تأمين الحماية والدعم المادي والمعنوي لها والإفادة من خبراتها وتوظيفها بدلا من ركنها على الرفوف، فيما ينادي بعض المختصين بضرورة دعم هذه الشريحة ماديا ومعنويا وتسويق اختراعاتهم، فضلا عن توفير المختبرات العلمية التي يحتاجونها في عملهم. لبرنامج الجدار الرابع، محمد جبار.